الدكتور عبد العزيز الخطيب، تحيي فرقة الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري الإخوة أبو شعر حفل مولد النبي الأعظم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك في مسجد الدرويشية بمدينة دمشق يوم الجمعة الواقع في 12 ربيع الأنوار لعام 1428 هجري الموافق 30 آذار من عام 2007 ميلادي. أهلا وسهلا بالحضور جميعا، وكل عام وأنتم والمسلمون جميعا بألف ألف خير. إلى حضرة النبي وعلى نية الفتح والفتوح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا Yeah.
يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. وإذا عفوت فأنت أم وأب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا عفوت فقادر ومقدر، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا خطبت فللمنازل هزة، تعلو النبي وللقلوب كساء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. صلى عليك الله ما صحب الدجى، هاد وحنت بالعلا وجناء. سيدي يا رسول الله، سيدي أبا الزهراء، فإذا وقفنا ببابك نقبس من نور سيرتك، وننشق من عبير هديك، وننهل من موارد فيضك وفضلك. فإنما هي وقفة صلوات وتسليمات، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا، ويسكن في
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد السفلى العليا المنفقة، والسفلى السائلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه مسلم.
فصيح كذا أعجم. وجدي قد تجلى وجدي قد تجلى يبتغي هدم السدود. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. يا حمام المدينة يا حمام المدينة أنا مالي ومالي العيبان قصدي طه بنا أنا مالي ومالي العيبان قصدي طه بنا. أسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة أسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة أخت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة.
Yeah.
وبكل لفظ عن هوى فترجمي ردد محاسنه التي لا تنقطع أبدا ومن أنواره فاستلهمي قل له أنت شفيع فهو رحمة العالمين. يا ابنا فهو رحمة العالمين وصاحب الخلق العظيم وقد أقسم الله بعمره المصور وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون سكرتهم يعمهون ونهى الخلق عن دعائه باسمه وذلك لسوء الأدب نقضا فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ونهى الخلق عن دعائه باسمه وذلك لسوء الأدب نقضا فقال
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مع أنه سبحانه قال يا آدم يا نوح، ولم يخاطب حبيبه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول. مع أنه سبحانه قال يا آدم يا نوح، ولم يخاطب حبيبه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول. كل ذلك تنبيها لسائر المخلوقات بأنه الحبيب وسيد السادة. فلقد قال الكليم، فلقد قال الكليم رب اشرح لي صدري، وقيل للحبيب ألم نشرح لك صدرك. ولقد قال الخليل، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، وقيل للحبيب إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلياس تغني من فضلك، والبائس تظل بدلك، اليائس تغني من فضلك، واليائس تظل بدلك. أنا صنعيدك والتكاليف على حب النبي. هي بدي على الواقف. بمحبة المصطفى أوج المعالي نعلو، وقلوب عداه لازلنا بمدح النغل، من خمرة الطيبات ننهى الكؤوس نعلو، والرب يمنح لنا من نور حبه خلع يابا، والرب يمنح لنا من نور مدح خلع، طوبى لمن طلق الدنيا بحبه خلع. موسى لنعليه بالوادي المقدس خلع، واحمد اتاه الندى دوس البساط ابن عليا يا يابا. الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعظم حدث قد حدث قيصر مقوقص هال، إيوان كسرا صدع والفيل دمعه هل هش ورحل.
الذي أركان جاحد غدا فاز المؤمن به حاز الرشاد غدا شغل الربيع الأتى لنا المهيمن غدا طاغ المشفع به بدر البشائر غلي يا به خذوا قلبي على جمر الحب وصلوا عجب حبيبي منع عني وصلوا سيد النبي سيد النبي جد النبي للشام والله وصلوا واني جاعد على جمر الغضايا والفريقين من عرب ومن عجم ما بال قلبك عن هوانا نازح هل أنت في دعوى المحب بنت صادق ذي وجد لا يدري الله إلا من يسكن فيه ذي وجد لا يدري الله إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه بصفح دون عتاب
حوض رسول الله. وسقانا الحب
شفيع مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجلال يا طيبة ففيك القبة الخضيرة يا طيبة وأراها ولو نظيرة يا طيبة ففيك القبة الخضراء يا طيبة والخيرك ما تحن روحي يا طيبة
وجنت خير الأنا ولروضة خير الأنا عيشي إلا
الأشواق يا حبابي، هجر الأشواق من أمسي، ربي المشتاق يا حبابي، لا صلي وصوم وخف ربي، حي القيوم غفر ذنبي، واترك اللوم غلي غادي وحدا النفاق يا حبابي. هجد الأشواق يا حبابي، هجد الأشواق يا حبابي، هجد الأشواق من أم سيدي، قلبي المشتاق يا حبابي. بريد النوم بايت يخمم قلبي مهموم والرب يعلم، مظلوم حل قيادي بالاستحقاق يا حبابي. هجد الأشواق يا حبابي، هجد الأشواق يا حبابي، هجد الأشواق من حب سيدي، قلبي المشتاق يا حبابي. يا حبابي يا كرام الحمى حسبنا عليكم نحن يا عترة الحبيب ضعاف. يا كرام الحمى حسبنا عليكم نحن يا عترة الحبيب ضعاف، لاحظونا أدركونا، فالخوف طم علينا، ومن لاذ ببابكم حاشا يخاف. لاحظونا أدركونا، لاحظونا أدركونا، فالخوف طم علينا 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 علينا، ومن لاذ ببابكم حاشا حاشا يخاف. ويا للمودعين.
رحلاها في لساني رحلاها في لساني الحمد لله والشكر لله ما فاض عبد فصاد مولاه الحمد لله والشكر لله ما فاض عبد فصاد مولاه حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بولادة سيدنا المصطفى محمد سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد وتوالت بشروات في قد ولد المصطفى وحق لنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا صدق الله العظيم الفاتحة نقرأ الفاتحة على نية إخواننا المنشدين الله يجزيهم عنا الخير ويقضي حوائجهم فاتحة لهم خاصة بسم الله الرحمن الرحيم
فاتحة على نية الله يعوض الإخوان يلي أشرفوا على هذا المجلس وأنفقوا فيه، الله يعوضهم أضعاف مضاعفة. فاتحة. والفاتحة لكم على نية الله ييسر أموركم، يفرج همكم، يشفي مرضاكم، وينجحكم، ينجح الأولاد، ويسبغ النعم على الآباء، ويرحم أهل الشام، ويجزيهم عنا خير الجزاء بإقامة أمثال هذه المجالس. فاتحة لهم جميعا. أكيد هلأ واحد منكم عم يقول إن شاء الله الشيخ يقرأ الفاتحة على نيتي، حنقراها على نيته كمان لكل منكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا، وتب علينا يا دائما لم يزل، يا إلهنا وإله آبائنا، يا حي يا قيوم بك نستغيث ومن عذابك نستجير. ارحم آباءنا، ارحم أمهاتنا، اهدي الأحياء، اشفهم وعافهم، اقضي حوائجهم. اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم مشايخنا، واحفظ لنا الأحياء منهم، اشفهم وعافهم، قوهم في طاعتك يا مولانا يا رجانا. كل واحد من أهل الدرويشية رفع أكف اليوم يطلب منك يا مولانا، وانت سميت حالك الكريم، كرمنا يا الله، اجبر خاطرنا، اقضي حوائجنا، أعطنا سؤلنا، تمم فضلك علينا يا كريم. ارفع كفيك واطلب من الله، اسأله ساعة إجابة في هذا الوقت، ساعة إجابة في يوم الجمعة، وصلينا على النبي 100,000 مرة وهديناها للحبيب الأعظم، ودائما الدعاء بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله بيستجيب له. ارفع واسأل، اسأل الله من فضله، اسأله شو بدك. بدك مرة صالحة، الله يعطيك ياها. بدك ولد صالح، الله يرزقك ياه. بدك ذرية طيبة، الله يكرمك ويعطيك حتى يرضيك في طاعة الله وطاعة رسول الله. اللهم أقمنا على الكتاب والسنة على أحسن حال وأكمل مآل، واجبر خاطر الحاضرين وخاطر أهل الشام وخاطر المنشدين وخاطر المسلمين في بقاع الأرض أجمعين. يا رب المستشفيات اللي عم ينتظروا منا دعوة لهم، اشفهم وعافهم، اشفهم وعافهم، اشفهم وعافهم. يا ربي بالمقابر الآن عم يستنوا منا ندعي لهم، ارحمهم يا الله، ارحمهم يا الله، أعلي منزلتهم، ارفع درجتهم يا أكرم الأكرمين. أولادنا، زوجاتنا، متعهم بالصحة والعافية، تكرمنا وتكرمهم، وكل من قال يا الله تكرمنا ويكرمهم بالشفاء من كل داء. تكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. يا رب لا تحرمنا شرف حج بيتك الحرام ولا زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في كل عام، وارزقنا رزقا حلالا يكفينا يا رب. نحن فقراء وهي كفينا رافعين
دليل الفقر والحاجة. قوي في رضاك ضعفنا، اجعلنا أقوياء على الطاعة يا الله. أنت بتعلم يا مولانا شو كل واحد منا بده منك. اقضي كرمال سيدنا محمد، اقضي كرمال حبيبك الأعظم، اقضي وفرج كرمال سيدنا محمد يا رب. ما من غادر بيتك إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وقضيت حوائجنا. سألناك بالحبيب الأعظم، بكل نبي لك وكل رسول لك، بالأولياء والصالحين، بالخلفاء الراشدين، بالعشرة، بأهل بدر، بأهل أحد، بأهل بيعة الرضوان. إلا ما أكرمت كل واحد منا، كل من رفع كفيه إليك في هذه الساعة. اسقنا يا مولانا، اسقي بلادنا يا رجانا، روي الأراضي كرمال النبي، روي قلوبنا، روي جوارحنا بطاعتك وبمحبتك ومحبة نبيك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.